نعت وزارة الإعلام وكافة منسوبيها الزميل المصور عادل علي عبد الله الذوادي أخصائي تصوير فيديو أول في وزارة الإعلام الذي انتقل إلى جوار ربه أمس السبت بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز والإخلاص والتفاني في العمل وتتقدم وزاره الاعلام باحر التعازي وصادق المواساه الى اسره الفقيد والاسره الاعلاميه داعيه المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء